لو انت بتفكر تعمل فيديوز على اليوتيوب ولسه جديد فالفيديو ده هينفعك جدا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو ده اول فيديو في سلسله ازاي. السلسله دي هنتكلم عن ازاي تعمل حاجات كتيره جدا هتنفعك في حياتك. نرجع بقى لموضوع الفيديو. لما جيت بدات على اليوتيوب كنت محتاج اسمع الكلمتين دول، عشان لو كنت سمعتهم قبل ما ابدا اليوتيوب كانت هتفرق معايا جدا. لو انت داخل اليوتيوب يا معلم علشان تكسب او عشان الفلوس فانهيها من دلوقتي، عشان انت مش هتكسب اي حاجه دلوقتي خالص، الا بقى لو انت بتقدم محتوى تافه فانت هتتشهر جامد جدا. بس انا ما يرضينيش ده. طالما انت جاي تتفرج على الفيديو ده بالذات، معنى كده ان انت عايز تبقى حاجه وتقدم محتوى هادف على اليوتيوب، فانت مالكش في الهوكس. تاني حاجه، من اكبر الحاجات الغلط ان ممكن تعملها وتقعدك وقت على الفاضي كنت ممكن تعمل فيه حاجه، انك تستنى الحاجات الغاليه اللي تبدا بيها. تستنى كاميرا بروفيشنال، تستنى لاب i7 i5 عشان تبدا تمنتج عليه، وده غلط جدا. انا يوم ما بدات بكاميرا التليفون. انت لو جيت بصيت هنا على الفيديو حاجه اصلا ما تتشافش، وهو ده اللي خلاني ابدا اصلا في اليوتيوب. ولو وقفت على المونتاج مش لازم لاب يا معلم، ممكن تدخل على الابلكيشن ده، والابلكيشن ده هيقضي لك الحوار وزياده، وهتبقى تطلع اصلا حاجات من البرنامج ده جامده جدا. ولو شغلت ده هتطلع في الاخر فيديو انت مش هتصدق اللي انت اصلا طلعت الفيديو ده بكاميرا التليفون وبمونتاج تليفون. تالت حاجه، مش هقول لك هات رينج لايت ولا سوفت بوكس، ولا اقول لك اعمل بقى رينج لايت في البيت وهات بقى كرتونه وماسوره ميه. الشغل ده ما ينفعش معايا اصلا، وما عملتش اي حاجه من دي. هتصحى الصبح الساعه 6، هتحط التليفون على الشباك، النور هيبقى حلو ومش هيبقى فيه صوت، وصور الفيديو براحتك يا معلم. ولا انت كده احتاجت سوفت بوكس ولا رينج لايت، ولا قلت لك بقى كيف تتعلم تعمل رينج لايت وسوفت بوكس في البيت ب 30 جنيه وب 10 جنيه، عشان الكلام ده انا لما جيت عملته لقيته فاكس جدا وما عرفتش اعمل اي حاجه. رابع حاجه واهم حاجه، لو انت ظبطت الاضاءه وظبطت الكاميرا وظبطت المونتاج والصوت طلع وحش، محدش هيتفرج عليك. انا مش بقول لك هات مايك غالي او هات مايك اي حاجه، انا طالب بس منك انك تعلي صوتك في الفيديو. واول فيديو هتعمله انت هتبقى خايف من الكاميرا، هتبقى خايف ان انت تتكلم مع الكاميرا، بس بعد كده هتكتشف ان انت في الاخر بتكلم حته حديده، بتكلم نفسك. لما انت هتحط بس دي في عقليتك وانت بتصور الفيديو اللي انت بتكلم نفسك، موضوع عادي، انا مش خايف ان اكلم الكاميرا. وكده كده اصلا بعد اول او تاني تالت رابع فيديو هتلاقي نفسك اتعودت خلاص، اللقلقه بتاعت الفيديو هتلاقيها راحت. واهم حاجه ما تبقاش خايف وانت بتصور الفيديو. بصوا انا بقول الجمله دي، انت زهق وكنت عايز تطلع من الفيديو، دايما خلي فيديوهاتك ما فيهاش عشان المتفرج او انا لو بتفرج على الفيديو بتاعك هزهق من بدري ومش هكمل الفيديو، حتى لو الفيديو انت بتقول فيه حاجات مهمه وتنفعني في حياتي، بس عشان انت كده زهقتني هلاقي نفسي طلعت مره واحده مش عايز اتفرج عليك اصلا. وانا لو عامل لك سبسكرايب هعمل لك ان سبسكرايب. وعلى فكره لو انت لسه بادئ على اليوتيوب، الوان سبسكرايب الاشتراك الواحد بس هيفرق معاك جامد جدا يا معلم. بس دي الحاجات اللي ممكن تنفعك او ان شاء الله هتنفعك لو انت لسه داخل على مجال اليوتيوب وعايز تعمل فيديوز على اليوتيوب. لو كان الناس كانت قالت لي حاجه زي كده قبل ما ابدا فكره اليوتيوب اصلا، او قبل ما ابدا حكايه ان انا اعمل فيديوز على اليوتيوب، كانت هتفرق معايا جدا. لو انت اول مره تشوفني وعجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالسبسكرايب، هتنفعك جدا الفيديوهات اللي بنزلها ان شاء الله، واللي نزلتها ادخل خد لك رفه كده هتلاقي نفسك استفدت جامد جدا. وادخل على الانستجرام بتاعي هينفعك جدا الحاجات اللي بحطها هناك. وبس كده، دوس يا كوتش. سلام. We'll be right back.